الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم ربنا لك الحمد حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، وكلنا لك عبد. وصل اللهم وبارك على سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد عبد الله ورسوله، صل اللهم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، أي أبناءنا طلاب الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي، مرحبا بكم في منصتكم التعليمية المتميزة، منصة التميز التعليمية النموذجية، وفي قسم اللغة العربية ودرس من دروس لغتنا العربية، لغة القرآن، لغة العلم والحضارة والثقافة، لغة الجمال والفن والإبداع. نواصل معا أبناءنا الطلاب درسا من أجمل دروس لغتنا لهذا النصف الدراسي الثاني من هذا العام المبارك، الذي بدأنا فيه تناولا من تناولات الفهم والاستيعاب، درس الوصايا العشر. بدأنا هذا الدرس أبناءنا الطلاب وتناولنا فيه جانبا من مهارات الفهم والاستيعاب والثروة اللغوية، واليوم نكمل إن شاء الله. عرفنا من تناولنا السابق أن الكاتب المبدع الأستاذ أحمد أمين عرض لنا وصية لكاتب أمريكي وعهدا له، عهد به على نفسه عدة أمور أخذها على نفسه، ثم عرض أيضا وصية لرجل عربي هو ابن مسكويه. عرض لنا الوصيتين وتركنا نقتطف من ثمارها ونأخذ من رحيقها لننتفع بها في حياتنا. قرأنا في الحصة الماضية جانبا من الوصيتين ومن كلا العهدين، ونكمل إن شاء الله في هذا اليوم. نكمل في موازنة الكاتب أحمد أمين بين العهدين والوصيتين. يقول: ومجال القول ذو سعة في الموازنة بين العهدين ومقارنة أثر العصرين ونتاج الحضارتين وفي كل خير. وألقينا الضوء على العهد الأول، وقلنا أن الأمريكي سمى خطته بالعهد الوثيق وكتبها على بطاقة وأصر أن يقرأها كل صباح، وقلنا أن ابن مسكويه وهو الرجل العربي أو المفكر العربي الذي هو من أعلام العصر العباسي، فقد خط هذا العهد وهو في حال سوية كما ذكر هو بنفسه. وتناولنا السؤال الأول الذي يعرض جانبا من مهارات الفهم والاستيعاب: وضح الوصايا التي تضمنها كل من العهدين. وعرضنا العهد الأول، نعرضه إليكم سريعا مراجعة. وعرضنا وصايا العهد الثاني لابن مسكاوي، ثم بعد ذلك أيضا عقدنا مقارنة جيدة بين العهدين من حيث المضمون والأسلوب، عرضنا أيضا من حيث أثر الوصية من وصايا العهدين في حياتك، وقلنا إكرام النفس شجعتني على إكرام نفسي، ترقية العقل بالعلوم جعلتني أحرص على القراءة والمعرفة، الصمت في أوقات حركات النفس جعلتني أحرص على عدم التسرع، العناية بالجسم جعلتني أعتني بجسمي وأحرص على قوته. ثم عللنا أيضا سلوكا أو اتجاها أو موقفا، وقلنا السلوك عدم الاهتمام بأقوال الشر والتعليل حتى لا أشغل بهم، أيضا ترك الجدال والغضب ليحافظ على جهده وطاقته. كذلك من الاتجاهات ميل الأمريكي لإكرام نفسه لأنه لا يستطيع أن يعتزلها، وقلنا أيضا ميل ابن مسكويه لمحبة الجميل لذاته لأنه يستحق التقدير والمحبة. من المواقف التي أيضا
عللناها اعتقاد الأمريكي أن الطموح يرتبط بفن التعامل مع عيوب النفس ونقائصها، لأن ذلك يساعد على علاجها وإصلاحها. كذلك من المواقف موقف ابن مسكويه تجاه الشجاعة، يرى أن الشجاعة الحقيقية هي في تغلب الإنسان على نفسه. تناولنا أيضا معاني المفردات، وقلنا وثيق أي ثابت قوي، آلة أي حلف وأقسم، الإفراط هو الإسراف، الزهو أي التيه والغرور، الشره هو الحرص والطمع. أيضا من معاني المفردات التي عرضناها أتبرم، أتضجر، تقريص، المدح، البغي، الظلم، الاكتراث، الاهتمام. أنهج أي أسلك وأسير. نكمل ما توقفنا عنده من أسئلة الفهم والاستيعاب الذي مضى الآن، كان مراجعة سريعة على الحصة الماضية أو التناول الماضي. يقول: أبدي رأيك في وصية أو موقف معللا. مهارة من مهارات الفهم والاستيعاب أن تبدي رأيك وأن تعلل موقفك. يرى الأمريكي أن العناية بالجسم من وسائل الأخلاق الطيبة. يرى الأمريكي أن العناية بالجسم، ما رأيك فيها؟ أتفق معه، نعم. وهل يختلف معه أحد في العناية بالجسم؟ لأن النظافة من الإيمان، ولأن الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ارسم لنفسك منهجا للنجاح في الحياة دنيا وآخرة. من خلال الوصايا نستطيع أو تستطيع أن ترسم لنفسك منهجا للحياة. ملامح المنهج: إكرام النفس، الطموح، العناية بالجسم، ترقية العقل، النجاح في الحياة. ملامح المنهج للنجاح في الآخرة: ذاك كان للنجاح في الدنيا. أما ملامح منهج للنجاح في الآخرة نأخذه من وصايا ابن مسكوي، ومنها مجاهدة النفس والعفة، إيثار الحق على الباطل، التمسك بالشريعة. نأتي إلى مهارة من مهارات الثروة اللغوية، وهي مهارة المفرد والجمع. كلمة الوصايا ما مفردها؟ الوصية. ما مفرد مآرب؟ يعني مطالب، مأرب. ما مفرد نقائص؟ نقيصة. لكن ما جمعها؟ عهد، عهود، أمين، أمناء، قوت، أقوات، نهج، نهج، ونهج أرسل. مهارة أخرى من مهارات الثروة اللغوية نعيش معها الضبط لكلمة جد. جد الطالب في الدراسة أي اجتهد. جد المزارع النخلة أي قطع النخلة. جد ضرع الشاة أي يبس. جد، فالجود يسمو بمكانتك. جد أعطي وأنفق. حكى الجد لأحفاده قصة. الجد هو والد الأب. عليك الجد في الدراسة أي الاجتهاد. إذن رأينا كيف اختلف معنى الكلمة باختلاف ضبطها. كلمة جد اختلف معناها باختلاف ضبطها كما رأينا في سياقات مختلفة. هنا أيضا نأتي إلى مهارة من مهارات الثروة اللغوية، مهارة التصريف أو التصريفات المختلفة للكلمة في مواضع وسياقات مختلفة. من مادة قنع: نفخ الولد في القنع. القناعة كنز لا يفنى. المقتنع برأيه من الصعب تغيير موقفه. المؤمن قنوع بما قسم الله له. يلبس الجندي قناعا واقيا. أعطوا السائل القانع. هكذا رأينا أن كلمة مادة قنع تأتي بتصاريف مختلفة ومعاني مختلفة. القناعة، المقتنع، القنوع، القناع، القانع، كلها تصاريف لمادة قنعة كما رأينا. وهكذا أبناءنا الطلاب نكون قد أنهينا تناولاتنا للفهم والاستيعاب لهذا الدرس.
العظيم، هذا الدرس الرائع الذي نتعلم منه خلقا ودينا ولغة وثروة لغوية ننتفع بها في دنيانا وأخرانا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا لعرض هذا الدرس ومهارات الفهم والاستيعاب فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم حسن الفهم والعمل، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.